وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. مرحبا بك معنا سيادة العقيد. يعني القوات التركية قصفت مناطق بعفرين، كيف يمكن أن يؤثر ذلك القصف على خريطة التمركز العسكري في تلك المناطق؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. ما يجري بين تركيا وأمريكا على الحدود السورية التركية الحقيقة هو عبارة عن عض أصابع أو محاولة لي ذراع ليس أكثر. فالزواج الأمريكي التركي هو زواج نصراني غير قابل للطلاق. يعني العلاقة الأمريكية التركية هي ليست علاقة عابرة، علاقة أزلية وعلاقة قديمة. وتعلمون أن يعني تركيا هي العمود الفقري في حلف الناتو. نعم. ويعني هذا التشابك العميق في العلاقات لا يمكن أن تصل به يعني أن يصل به الحد إلى حد الصدام. أما ما يجري هو عبارة عن تليين يد الآخر. فأمريكا نشرت قوات حزب العمال الكردستاني أو هي تسميها قوات سوريا الديمقراطية من حدود الرقة إلى عين ديوار، يعني إلى نهاية الحدود التركية أو التقائها مع الحدود التركية السورية العراقية. أما بالنسبة للجانب الغربي طبعا هذا الكلام يعني يمتد لأكثر من 500 كيلومتر طول. أما باقي الحدود السورية التركية والتي تمتد من الرقة إلى كشب إلى البحر الأبيض المتوسط، فهذه المنطقة نجد أنه لا خلاف عليها، يعني لا خلاف بين أمريكا وتركيا، لا خلاف حقيقي. فرايان قائد القوات الأمريكية في سوريا قبل أمس صرح بأن نحن علاقتنا مع ودعمنا لقوات قسد اللي هي سوريا الديمقراطية هو في من عين العرب واتجاه الشرق. ولا علاقة لنا فيما هو غرب هذا المكان أي عفرين. وبالتالي هو قدم عفرين لتركيا على طبق من ذهب، يعني لا نتدخل. والقوات الكردية المتواجدة في عفرين، صح عفرين مدينة كبيرة وتعتبر عاصمة الأكراد في سوريا، لكن يعني حجم القوات الموجودة فيها لا يستطيع الوقوف أمام الضغط التركي. فتركيا الآن بدأت تزج بقوات درع الفرات التي هي قوات من الجيش الحر السوري باتجاه عفرين بدعم أمريكي، طالما بدعم عفوا تركي. كيف تقرأ موقف النظام في سوريا من هذه العملية؟ يا سيدي النظام في سوريا غير موجود. النظام يعني سوريا تآكلت، سوريا أكلت من جميع الجهات والأطراف. يعني لم يعد لدى النظام في سوريا العزم أو القوة على الوقوف ضد هذا الموقف. هي تحتمي بروسيا وروسيا تغازل تركيا، وبالتالي أنا لا أجد يعني أو لا أرى على الإطلاق أنه ستكون أي ردة فعل لا من النظام ولا من روسيا حول طرد قوات البككة أو سوريا الديمقراطية من عفرين. نعم سيادة العقيد، يعني أنباء عن تقدم النظام نحو أبو الظهور مع عمليات تصفها المعارضة بأنها ناجحة، كيف يمكن فهم الأوضاع الميدانية في إدلب؟ ما يجري في شرق إدلب ومنطقة أبو الظهور الحقيقة أنه انقلاب روسي على الاتفاقات أستانا التي كانت تركيا أحد الضامنين لها. وبالتالي نلاحظ أن القوة التي تقف وجه النظام زعما أنها تقف وجه النظام تبين أنها، وهذا نعرفه مسبقا، التي هي جبهة النصرة وأسمت نفسها هيئة تحرير الشام مؤخرا، هي تغازل النظام وتنسحب له من بعض المناطق. وبقيت المقاومة على أيادي أبناء العشائر وخاصة الموالي والحديدية من هم
في صف الثورة وليسوا من الموالاة، شكلوا فصائل بسيطة في المكان وبدأوا يقاومون النظام. نعم. ولديهم الإمكانية واستطاعوا من صد النظام وتكبيد خسائر كبيرة، لأن النظام أساسا معتقد النظام مرهق. نعم. يعني النظام لولا دعم الطيران الروسي ولولا إغماض العالم. نعم. عن استخدامه للطيران لا يستطيع الصمود حتى بوجه هذه الفصائل الصغيرة. نعم. المحلل العسكري السوري العقيد حاتم الراوي كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.